فأنا أقول هذه الكلمة: إذا شعرت أن الله يتابعك فاسجد لله شاكراً. معنى ذلك أنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض، تماماً كما لو أن إنسان معه التهاب معدة حاد، هذا مرض قبل الشفاء، الطبيب يفرض عليه حمية صارمة جداً. أما لو واحد معه ورم خبيث منتشر في أمعائه وسأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت، ما في أمل لأنه. يعني أخطر شيء أن تخرج عن العناية المشددة، وأعظم شيء أن تكون ضمن العناية المشددة. إذا الله عم يتابعك باستمرار، أي خطأ تابعك نبهك ساق لك بعض المصائب، يجب أن تذوب محبة لله، لأنك ضمن العناية المشددة، لأنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض. أما الذي شرد عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أريد أن أؤكد لكم أن الله إذا تابعك وحاسبك في الدنيا حساباً عسيراً فهذا من نعم الله الكبرى وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت. دققوا الآن: حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أعيد الحديث: وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أخواننا الكرام، إذا الواحد منا وصل إلى شفير القبر طاهر، هذا أكبر عطاء إلهي. عالجك في الدنيا، مرة خفت، مرة طمنك، مرة ضيق عليك دخلك رزقك، مرة نشأت مشكلة مع زوجتك أنت أرضيتها في سخط الله فردت عليك بلؤم ما بعده لؤم، مثلاً أرضيتها في سخط الله، توقعت أن تكون راضية عنك فأدبك الله عن طريقها. لذلك بعضهم يقول: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. فإذا كنت مع الله أطاعتك وعاملتك معاملة طيبة، وينبغي أن تقول المرأة: وأنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجي. الله بيأدبك عن طريق أقرب الناس إليك، إذا أكرمك يسخر عدوك لخدمتك، وإذا أراد التأديب القاسي يتطاول عليك أقرب الناس إليك. هناك رجال يبكون من شدة القهر. أيها الإخوة، يعني الذي أتمناه أن يستقبل المؤمن الشدائد في الدنيا على أنها أدوية من الله، على أنها تربية حامية رحيمة، لأنه عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني الناس في معظمهم على الرخاء والدعاء والأمن والغنى تفتر همتهم، فالله عز وجل يسوق لهم بعض الشدائد. يعني مثلاً في بلاد فيها نعيم فوق التصور، بيقابل هذا النعيم بعد عن الله كثير. في بلاد فيها شدائد، فيها ضغوط،
بتلاقي الناس ساقهم الله إلى بابه، المساجد ممتلئة، التوبة كثيرة، العمل الصالح كثير من شدة الضغوط. هو أساساً الألماس فحم أصله، فحم عادي، من شدة الضغط والحرارة صار ألماس. فأنت خذ هذا مثل لك، إذا عليك ضغوط شديدة وفي أزمات صعبة جداً وأنت ماشي صح مستقيم، أرادك الله أن تكون في أعلى مقام. يقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. فمعنى ذلك كل محنة للمؤمن المستقيم وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة إلى الله عز وجل.